السلام عليكم ورحمة الله. هل تبحث عن طريقة طبيعية وفعالة لتغذية نباتاتك؟ هل تريد أن ترى حديقتك تزدهر أمام عينيك؟ اليوم سأشارككم طريقة رائعة لعمل سماد سحري سيفيد جميع نباتاتك، وهي طريقة عمل شاي الكومبوس المحسن باستخدام محلول الخميرة. فهيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في هذا الفيديو بإذن الله سنقوم بإعداد شاي الكومبوست بطريقة مميزة جدا، فتابعوا الفيديو للنهاية حتى تتم الفائدة بإذن الله تعالى. في البداية سنقوم بتحضير الخميرة. كما تلاحظون لدينا هنا تقريبا كمية ماء توازي اللتر، وضروري جدا أن يكون الماء دافئ حتى تتفاعل الخميرة بشكل جيد. راح نستخدم المادة السكرية دبس قصب السكر. سنقوم بإضافة مقدار ملعقتين، ملعقتي طعام تقريبا. سنضيف هذه الكمية. نقوم بإذابتها جيدا في الماء. ممكن استخدام قصب السكر أو دبس التمر، وإذا لا يتوفر ممكن استخدام السكر الأبيض المعروف. نحضر فيه الخميرة كما تشاهدون. الآن بعد أن تم إذابة الدبس بشكل كامل، نقوم بإضافة الخميرة. لدي هنا خميرة فورية خاصة بالخبز، نستخدم تقريبا ملعقتين بهذا الشكل. نقوم بإذابتها، نقوم بإذابتها جيدا في الماء. الآن بعد الانتهاء من تحضير الخميرة كما تلاحظون، نتركها في منطقة دافئة حتى تتفاعل جيدا تقريبا من بين 3 ساعات إلى 4 ساعات، وممكن إذا صار الجو بارد يفضل تركها إلى 6 ساعات. وبعد أن يتم تفاعل الخميرة بشكل جيد سوف تظهر على السطح طبقة من الرغوة، يتم تغطيتها بهذا الشكل ونتركها في منطقة تكون دافئة. وبإذن الله بعد أن تتفاعل بشكل جيد نأتي للخطوة التالية، والتي سنقوم فيها بتجهيز شاي الكومبوست. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نأتي معكم إلى الفقرة التالية بعد تجهيز الخميرة. كما تشاهدون هذه الخميرة بعد مرور تقريبا أكثر من ساعتين، نشاهد الفقاعات التي تدل على أن الخميرة أصبحت جاهزة، وكذلك الرائحة تنتشر حول المكان، رائحة قوية، رائحة الخميرة معروفة. كذلك نشاهد أن ما زال هناك فقاعات تخرج من الأسفل كما تشاهدون. قبل أن أفتح العلبة كان هناك تقريبا منطقة كبيرة من الفقاعات، ولكن بعد أن فتحتها خفت قليلا. سنبدأ الآن بتجهيز شاي الكومبوست. إن شاء الله يكون شاي مثالي ومفيد لجميع النباتات. ممكن أن نقوم بري جميع النباتات سواء ورقيات أو ثمريات أو أشجار وما إلى ذلك، سوف يفيد بإذن الله جميع أنواع النباتات. نبدأ الآن بتجهيز المكونات وإضافتها. في البداية لابد أن يكون لدي حوض يسع جميع المكونات. هذا السطل الآن معي يسع تقريبا 20 لتر. قمت بوضع ماء تقريبا 10 لتر من الماء. الماء لابد أن يكون خالي من الكلور. إذا لا يتوفر لدينا ماء خالي من الكلور ممكن أن نكشف الماء تقريبا مدة 24 ساعة بهذه الكيفية حتى يخرج ويتطاير منه غاز الكلور. بعد ذلك لابد أن يتوفر لدي كما تشاهدون ماء
مطور الهواء الذي يولد فقاعات الهواء داخل الماء، وهذا يغني عن تقليب المحلول أو الشاي كل فترة وأخرى. لابد أن يكون لدي هذا المطور متوفر. المطور تجدونه في محلات بيع أحواض الأسماك المنزلية، وإذا لم تجدونه ممكن أن نعمل بدل عنه من مضخة المكيف الصحراوي، ممكن نعمل هذه الطريقة تغني عن استخدام هذا المطور. ممكن أن نعمل المضخة نفسها، نتركها تخرج الماء من القاع ثم تعيد مرة ثانية للحوض وينتج عن ذلك هذه الفقاعات التي تشاهدونها في الماء. بسم الله، الآن نبدأ بوضع المكونات. في البداية نضع الخميرة بعد أن أصبحت جاهزة بهذه الطريقة. نفرغ جميع المكونات، بعد ذلك نضيف الحديد. لابد يكون لدينا المكون الثاني بعد إضافة الخميرة، وهو شيلات الحديد. نضيف على هذه الكمية تقريبا 4 ملاعق بهذه الطريقة. أربع ملاعق شيلات حديد، المكون التالي الذي سنضيفه مع هذه المكونات وهو مكون الهوماكاسيد. راح نضيف الهوماكاسيد نفس الكمية 4 ملاعق بهذه الكمية. أربع ملاعق كما تلاحظون، ثم نأتي إلى المكون الرئيس وهو السماد العضوي المتحلل كما تشاهدون. سماد الأبقار، سماد عضوي متحلل، لابد أن يكون لدينا سماد متحلل. إذا لا يتوفر لدينا ممكن، إذا متوفر الكمبوست النباتي ممكن استخدامه أيضا، أو أي سماد آخر يكون متحلل. مهم جدا أن يكون السماد متحلل. نضيف الآن كمية السماد، نضيفها بالتدريج. نضيف السماد بهذه الكيفية، الآن بعد أن أضفنا السماد كما تلاحظون نقوم بخلطه جيدا حتى نوزع المزيج مع بقية المكونات بهذه الكيفية. الآن أصبحت المكونات جميعها مختلطة مع بعض، ونتأكد دائما أن يكون الهواء أو الأكسجين شغال بهذه الطريقة. مهم جدا أن يكون الأكسجين يعمل بشكل جيد كما تشاهدون. لابد أن يعمل الأكسجين باستمرار ولا يتم فصله نهائيا حتى استخدام السماد بشكل كامل. الآن نقوم بتغطية الحوض بهذه الكيفية. نغطي الحوض غطاء خفيف بدون أن يكون غطاء مغلق أو محكم بالكامل، فقط نضع هذا الغطاء وضع فقط كما تشاهدون، ونتركه في منطقة بعيدة عن الشمس المباشرة إلى حين استخدامه. وبين فترة وأخرى لابد أن نقوم بالكشف عنه والتأكد من أن الجهاز الخاص بالأكسجين يعمل بهذه الطريقة، مهم جدا. وبعد مرور تقريبا 24 ساعة ممكن استخدام هذا المحلول، ممكن استخدامه للمزروعات بأعداء تخفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا اليوم بعد مرور تقريبا يومين على عمل شاي الكمبوست، سنقوم الآن بفتحه معكم وري النباتات
كما تشاهدون الرغوة على المحلول، وهذه إشارة جيدة على أن التفاعل كان جيد. سنبدأ الآن باستخدام المحلول ري النباتات كما تشاهدون. هذا نتيجة عمل المحلول. نقوم بخفقه جيدا. لا يوجد فيه أي روائح لله الحمد. هذا نتيجة عن عمل الأكسجين المستمر خلال عمل شاي الكمبوست. كما تشاهدون فنبدأ تخفيفه بإذن الله. وضعت هنا تقريبا 10 مقدار من الماء، 10 لتر. كما تشاهدون الآن كل مقدار لتر من المحلول نضيفه على 10 لتر من الماء. التخفيف الآن كل مقدار لتر على 10 لتر. بالنسبة لهذا المحلول الأصلي يتم تركه في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس وبعد تغطيته وترك جهاز الأكسجين يعمل باستمرار حتى ينقضي شاي الكمبوست نهائيا. بهذه الطريقة يغطى ويترك في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس. أما بالنسبة للمحلول الذي قمنا بتخفيفه معكم الآن، هذا السماد أصبح الآن جيد لري النبات. نقوم الآن بري النباتات. لدي هنا نبات الطماطم كما تشاهدون يحمل الثمار، وأيضا يوجد عليه بعض الأزهار كما تشاهدون. قبل أن نقوم بري السماد، قبل تقريبا نصف ساعة يتم ري النباتات بقليل من الماء على سطح التربة فقط، وبهذه الطريقة يتم ري السماد بهذه الكيفية. كما تلاحظون نروي بشاي الكمبوست جميع النباتات المتوفرة لدينا. ممكن أن نقوم بريها بهذا المحلول، محلول شاي الكمبوست، سواء كانت نباتات صغيرة أو نباتات مزهرة، نباتات مثمرة، أيا كانت يتم ريها بهذه الطريقة. أيضا لدي هنا إكليل الجبل يتم ريه بهذه الكيفية، وكمية مياه الري بنفس الطريقة المعتادة. أيضا لدي هنا نبات الطماطم، شتلات جديدة تم غرسها قريبا. نقوم بريها قليل من السماد شاي الكمبوست هذه الكيفية. كما تلاحظون كما شاهدتم بإمكان استخدام هذا المحلول شاي الكمبوست على جميع النباتات المتوفرة لدينا، سواء كانت مثمرة أو نباتات أعشاب أو أشجار، ممكن ريها بهذا المحلول. محلول مكتمل العناصر، يحتوي على السماد العضوي، وأيضا يحتوي على شتيلات الحديد، وأيضا يحتوي على سماد الخميرة. أيضا قمنا بإضافة الهوميك أسيد مع هذا المحلول لزيادة فعالية المحلول.
أتمنى من الجميع تجربة هذا المكون، له فوائد كثيرة على النباتات، وأعطونا أراءكم في أسفل هذا الفيديو. ولمن جرب هذا المحلول أتمنى من الجميع ذكر الفوائد التي حصلتم عليها في أسفل هذا الفيديو بالتعليقات ليستفيد الجميع. في الختام لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.